رجعنا من جديد في فير بلاي، نبدأ في استقبال ضيوفنا والضيف معنا اليوم هداف البطولة الوطنية الموسم الماضي اللاعب السابق النجم الساحلي المنتقل للبطولة المصرية أيمن الصفاقسي موجود معنا بالتليفون. أيمن أهلا بك. أهلا بك أسلام، مرحبا بك. شنو أحوالك خويا، شنو الأمور؟ الحمد لله الحمد لله. لاباس. أول حاجة مبين كولك الانتقال للبطولة المصرية، كيفاش كانت الاتصالات خويا؟ إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. والله الحقيقة كانت معناها في آخر أيامات معناها نتاع الماركاتو، كانت اتصالات معناها كلمني سيريزا قال لي راهو ثم عرض مصري، وكاو معناها كنت وثقت على العرض هذا وانتقلت معناها نادي فيوتشر. نادي فيوتشر نادي جديد مش معروف برشا في تونس، هو صاعد ظهر لي البطولة المصرية حتى كان تبدل اسمه، كان باسم شركة نتاع مشروبات غازية، معاش ما خفت شوية من التجربة هذه؟ والله الحقيقة من الأول خفت شوية، وكي جيت معناها لأن لقيت معناها ناس مرحبة بيا بالكبير، وكاو هذيك معناها هذيك الاحتراف وهذيك الكورة، إن شاء الله معناها نقدم إضافة في الجمعية الجديدة، وإن شاء الله معناها الواحد يقدم إضافة ويقدم مستوى به إن شاء الله. فماش توانسة أخرين معاك كان أنت في الجمعية مش باش يجيبوا ولا حاجة؟ والله الحقيقة ما كاناني تونسي معناها، مازالت الماركاتو محدود وينجموا يكونوا معناها فما توانسة متواجدين إن شاء الله. باهي بصراحة أيمن، تو البارح أنا كان معايا محمد الحاج محمود بالتليفون، كنا حكينا على الموضوع هذا شوية بين أوروبا والبطولة المصرية والسعودية، تو هداف البطولة التونسية كنا نستناو مخير أيمن يمشي ليكيب نعاش في أوروبا، ما كانش فما فرصة. والله صحيح معناها بالطبيعة معناها أي ملاعب يحلم باش يمشي لأوروبا، كيما تعرف إسلام معناها العرض معناها ما كانتش فما عروض معناها، هذا معناها أكثر عرض معناها تقدم لي فهمت، وكاو معناها الإدارة وافقت وأني كنت موافق، وإن شاء الله علاش لا واحد من البوابة هذيا يمشي لأوروبا إن شاء الله. إن شاء الله. أيمن عودة من بعيد لهالي، بعد ما عديت قديش من موسم إعارة مع من ليتوال، الموسم الماضي ظهالي كان الانطلاقة الحقيقية ليك، شنو تبدل فيك أيمن؟ والله الحقيقة معناها كنت في كثنوات معناها إعارة، رجعت معناها حطيت كل شيء، معناها حطيت كل شيء قدامي، قلت السنة هذه إن شاء الله معناها لازمني نقدم عام جاي، خدمت على روحي وفما ناس عاونتني الحقيقة سلام، معناها كيما معناها نحب نشكر برشا المدرب اللي هو المدرب الأسعد الدريدي، نحب نشكره ونشكره برشا اللي عاوني معناها وقفها معايا وخلاني معناها نقدم مردود ممتاز وممتاز جدا الحمد لله. باهي أيمن، الناس كل تحكي على أيمن واستحقاقه باش يكون في المنتخب الوطني التونسي، ظهالي هداف البطولة التونسية في الوقت اللي نعانيو فيه في المركز خاصة المهاجم قلب الهجوم، ما تشوفش كنت تستحق على الأقل فرصة صغيرة؟ والله الحقيقة كنت نستنى في الفرصة هذه، لا غالب معناها ما كنتش موجود، إن شاء الله معناها علاش ليه السنة الواحد يقدم مردود به ويكون موجود معناها مع على رأس المنتخب إن شاء الله. إن شاء الله. شنو هي الهدف نتاعك والهدف نتاع فريق زوز؟ والله الحقيقة الهدف نتاعي هي معناها إن شاء الله معناها باش نكون هداف إن شاء الله في الدوري المصري، علاش ليه معناها، وهدف الفريق معناها كيما تشوف كيما تسمع معناها خذوا برشا لاعبين من الزمالك ومن الاهلي، ان شاء الله الاوبجيكتيف نتاعهم معناها البقاء. فما ملاعبيه معروفين ايمن؟ والله فما الحقيقه فما ساعة فما ملاعبي من الاهلي سعد سمير، فما قنش الحارس نتاع سعد سمير لاعب الدولي السابق المصري، لاعب الدولي المصري المدافع قلب الدفاع، فما الحارس قنش حارس الزمالك قنش الحارس الزمالك، ميركاتو كبير معناها هذا من عديد صفقات معناها فما عديد صفقات ميركاتو ايمن ميركاتو كبير، انت دبيت نتاع فريق مش لعبة اضمن البقاء ان شاء الله معناها علاش ليه نكونوا معناها متواجدين في مشاركة افريقية ان شاء الله. نخليك وكنت تحب تقول حاجة لجمهور الاتوال اللي يحب برشا ايمن صفاقسي خاصة فرحته من الموسم الماضي. والله صحيح معناها نحب نقول برشا حاجات لجمهور النجم الساحلي اللي معناها فما برشا ناس متغشين معناها من خرج هذيا، نحب نطلب منهم السماح ونقول لهم هكا ولا غالب هذيك معناها بعثوا لك مساجات. والله صحيح فما هكا ولا غالب هذيك معناها ذاك الكورة شحبته هذاك الاحتراف
نحب نقول معناها ان شاء الله ان شاء الله ربي مع النجم الرياضي الساحلي ان شاء الله السنه يكونوا معناها متوجين ان شاء الله. ونحب نشكر الجماهير اللي عاونتني باش معناها باش وصلت لهنا ان شاء الله. نشكرهم برشا. بلاستك تشوفها فارغه في ريتوال اليوم ما فماش شكون قادر يعاوضك؟ والله لا لا ماهيش فارغه الحقيقه، فما برشا ملاعبيه، فما بوتمان، فما علي سوما، فما معناها فما زاد الطيب المزياني، فما برشا ملاعبيه ينجموا يعاودوني ان شاء الله. ان شاء الله بنطولش عليك برشا ايمن، عندك كونترينمون ظهرلي بعد ربع ساعه من توا. بعد ربع ساعه عايشك اسلام، بارك الله فيك ونشكرك معناها ونشكرك برشا على الاستضافه هذه. عايش مشكور انت على دخلك معنا قبل ربع ساعه من الكونترينمون، يعطيك الصحه ايمن صفيقسي وبالتوفيق ليك ان شاء الله في تجربتك الجديده في البطوله المصريه. بالتوفيق ليك ان شاء الله، كما قلت تشوفوك في المنتخب تستحق على الاقل فرصه تاخذ شانس نتاعك، خاصه في ظل انه ناقصين في مركز المهاجم. ان شاء الله تكون في الايامات القادمه بعد تالقك للمنتخب ان شاء الله في البطوله المصريه. موسيقى بعد نكمل.